في مشكلة في الأنابيب في فيصل؟ عندنا هنا؟ في المنطقة لا مفيش مشكلة. مفيش أي مشكلة، بتاخدوا أنابيب بانتظام؟ بناخدها بانتظام و100 100 واللي محتاج برضه بيديله هو الراجل. وسعر الأنبوبة كام؟ 5 جنيه. يعني ما بيغلوش عليك ولا حاجة؟ لا. هو الواحد مثلا عاوز يديله 5 جنيه يديله، عاوز يديله 7 جنيه بيديله، الراجل ما بيتكلمش في حاجة. فالناس ماشيه بنظام ومحترمين. يعني الموضوع بيمشي ازاي؟ بالكارنيه والطابور والكلام ده؟ في كارنيه وفي ناس بتاخد من غير كارنيه، اللي هم مش من هنا بيرضيهم، هو بيرضيهم يعني بيديهم مثلا ياخد منهم ويكتب اساميهم، ياخد الانبوبه يكتب اساميهم وتاني يوم يجي ياخد الانبوبه. بس فالناس زي الفل يعني.